بثت قناة سكاي نيوز عربية تزامنا مع الذكرى الثالثة لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطر فيلما وثائقيا كشفت من خلاله تورط الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية وحكاية أو حياكة المؤامرات ضد الأشقاء. خيوط العنكبوت، وثائقي بثته قناة سكاي نيوز عربية جمعت فيه جملة من المؤامرات والفضائح القطرية التي تردد صداها في العالم بأسره، حيث يكشف لنا الخيط الأول عن علاقة قطر في عملية التحرير المشبوهة لعاملة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو من قبضة حركة الشباب الصومالية المتطرفة. عندما أسمع أن قطر ربما قامت بتسديد فدية لجماعة إرهابية صومالية للإفراج عن شخص بريء، فأنا لست واثقا من أن الأمر مريب إلى هذا الحد. حصل ذلك مرات عدة. وعلى الرغم من أن قطر لم تصرح بعلاقتها المباشرة في تحرير سيلفيا، إلا أن حليفتها التركية تبنت عملية التحرير رسميا، وكما هو معروف عن سخاء الدعم القطري لتركيا في عملياتها المشبوهة. ولكن لماذا؟ هم يتفقون على زعزعة الأمن في المنطقة ودعم الإرهاب وتغيير الأنظمة، ولكن في الأخير هم يريدون الوصول إلى إلى نتيجة واحدة، ألا وهي كل لديه أجندة. النظام القطري يريد الهيمنة على دول مجلس التعاون الخليجي، النظام التركي لديه استراتيجية وهي عودة الدولة العثمانية. ومن عاملة الإغاثة سيلفيا رومانو إلى مراسل قناة الجزيرة القطرية سابقا فهد ياسين، الذي نجحت قطر في زرعه في الاستخبارات الصومالية لمآرب خاصة. استخدام وجود قطر في 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 زاوية في هذه الزاوية مكنها مما سنلاحظه فيما بعد أخيرا هو وصول فهد ياسين رجل قطر الأول إلى أن يكون رئيسا للمخابرات الصومالية. هذا كان المخاط الذي استطاعت من قطر من خلال وجودها في منطقة القلم الأفريقي من أن تصل. وعندما تفتح سجلات الفضائح القطرية لابد وأن يفتح سجل فدية الخزي التي دفعت إلى الميليشيات في العراق للإفراج عن عدد من القطريين المختطفين بحسب مزاعم نظام الدوحة. ثمة تكرار في تسديد الأموال، طبعا من الجيد تحرير الرهائن، ولكن نتساءل اليوم ما هو جيد بالفعل؟ ألا يكون دفع الأموال بهذا الشكل نوعا من التشجيع لتلك الجماعات أو التمويل غير المباشر؟ أموال كمية هائلة، مئات الملايين دولارات، ليش نربط مصير العراق بقضايا أخرى خارج الحدود؟ طلعت ما لها علاقة، ليش بس خلط أوراق هنا وهناك؟ وليس ببعيد عن العراق، بثت الدوحة سمومها في سوريا ووافقت على خطة خبيثة تتضمن تهجيرا قسريا وتغييرا ديموغرافيا عرف باتفاق البلدات الأربع. لقد رأينا في سوريا بشكل خاص الكم الهائل من الأموال التي نقلت للنصرة. طبعا قطر تدافع عن نفسها وتقول إنها تقدم المساعدة، ولكن يبقى هناك غموض وتساؤل عن أجندتها الفعلية في كل ذلك. ويحكي خيط من خيوط العنكبوت عن غدر الجار بجاره، وكيف ضربت قطر مبادئ حسن الجوار عرض الحائط وكشفت عن أنيابها تجاه البحرين. الحقيقة كنت أريد أني أشوفك هناك. نعم. هو الإشكالية لا تنسى أن صارت في ضغوط كثيرة، بدون توضيح الموضوع أكثر. كان لها دور خبيث جدا في دعم الإنقلابيين الذين يتبعون ولاية الفقيه، وكانت قطر تدعمهم بالمال وتدعمهم بالإعلام وتدعمهم بكل الأمور التي يحتاجونها لزعزعة الأمن في البحرين. أبناء السفارة الإلكترونية في طرابلس. وإلى ليبيا التي لم تسلم هي الأخرى من التلوث القطري. ما ضلوعها في تدخل ليبيا في 2011 إلا ودعمها للجماعات الإسلامية بعينهم إلا ذليل وضع، لأن هي حاضنة ودعم الإرهاب. وعن احتضان الدوحة لرؤوس الفتنة ومنابر التطرف والإرهاب يقول الوثائقي: تستضيف قطر شخصيات تسمح لها بزيادة تأثيرها في الدوائر الدينية، على رأسهم يوسف القرضاوي،
ومن خلال برنامجه على إحدى قنوات قطر تمكن من نشر الإسلام السياسي على نطاق واسع. ولم تكتفي الدوحة بدعم الإرهاب في المنطقة وتمويله، بل وصل ذلك الشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبطرق ملتوية. الاستثمارات المشروعة موجودة، لكن المشكلة في الاستثمارات القطرية ينظر إليها على أنها تدعم مصالح ضد الولايات المتحدة، ولهذا يجري الكونغرس تحقيقات بشأنها. وفي أوروبا كانت ولا تزال بصمات الإرهاب القطري واضحة وجلية والأمثلة عدة. من وجهة نظري هناك العديد من النقاط الشائكة في ذلك الدعم. لماذا يتم تمويل تلك المؤسسات من قطر؟ فالأمر يتعلق بدعم مصالحها في ألمانيا، ويمكن أن تتناقض مع المصالح الألمانية. من جهة أخرى، التمويل القطري موجه لتنظيم الإخوان. وفي نوفمبر من العام الماضي أدينت قطر وبشدة في تقرير مفصل للخارجية الأمريكية عرّت فيه الأخير السياسات القطرية أمام العالم. حين كتبت مذكرات الحارس الشخصي لبن لادن، قال لي أبو جندل في اليمن بوضوح إن أسامة بن لادن أخبره أن بعض الدول هي درب الحرب، يمرون منها فقط لشن الحروب، وشدد على ضرورة حماية القاعدة لهذه الدول والامتناع عن مهاجمتها، وأوضح أبو جندل وجود قطر ضمن الدول المحمية. ولعل جميع ما ذكر في هذا الفيلم الوثائقي ما هو إلا غيض من فيض المؤامرات والدسائس القطرية التي ألقت بظلالها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.